صباح النور من جديد باش نمشيو لفقرات الانتخابات الرئاسية 2024. مهدي بسام عشريام على انطلاق الحملة الانتخابية. أنشطة المجدر حشين وجديدات الانتخابات الكل رصدتهم لنا مشكورة زميلتنا آمنة السيتي في التقرير هذا، نتفرجوا. دخلت الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يومها العاشر حملة اختلفت من مترشح لآخر، فأما فريق الحملة الانتخابية للمترشح العياشي الزمال فقد قام بنشر البرنامج الانتخابي لمرشحهم عبر الفضاء الرقمي والتعريف بأبرز نقاطه إن تولى الرئاسة. المترشح زهير المغزاوي فقد اعتمد في حملته الانتخابية على التنقل بين ولايات الجمهورية والاتصال المباشر بالمواطنين وتقديم برنامجه الانتخابي، وزار أكثر من ولاية نذكر منها نابل وجندوبة وتونس العاصمة والقيروان على غرار بعض الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة. الحملة الانتخابية لقيس سعيد فقد قام بها بالخصوص عدد من المتطوعين من خلال الدعاية لمرشحهم والتعريف ببرنامجه الانتخابي في مختلف ولايات الجمهورية. وفي إطار الحملة تم تسجيل أكثر من 43 نشاطا دعائيا للمترشحين وست مخالفات تعلقت بمرشح وحيد، وفق آخر تصريح للناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري، والذي أوضح أن هذه المخالفات اتصلت باستخدام علم الجمهورية واستعمال وسائل أعلام أجنبية وعدم التصريح بأنشطة. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات والاكتفاء بتوجيه تنبيه للمترشح المخالف كمرحلة أولى باعتبارها جرائم لا تكتسي خطورة. ورغم مرور أكثر من أسبوع على انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، ما زالت بطيئة وليست في حجم استحقاق انتخابي رئاسي، حيث غابت الأنشطة الدعائية والتجمعات الشعبية. بسام، انا باش نختم الملاحظه نتاع زميلتنا امنه السليتي. رغم المده اللي تعدات وقلنا روحنا ساق الحمله باش يتحرك ولو 6 اكتوبر قرب وما الى ذلك، لكن رغم ذلك ما نشوفوش في زخم كبير نتاع حمله انتخابيه، ما فماش ريحه الانتخابات نتاع العاده، ماهيش موجوده، صحيح ولا؟ هو في ختام التقرير قالت غابت الاجتماعات الشعبية في لدى المترشحين، وهذا كيف ما قلنا سابقا أنه السقف المالي المحدد لإجراء الحملة الانتخابية سيضعف الحملة الانتخابية. كان من الأفضل أن يكون أكثر على الأقل مراعاة للحملة الانتخابية وكل ظروفها، مراعاة لارتفاع الأسعار وهذا حكيناه من السابق. كذلك ربما تواجد أحد المرشحين داخل السجن هو بدوره معطى ساهم في إضعاف الحملة الانتخابية. في المجمل أعتقد أن الحملات الانتخابية الثلاثة مختلفة. العياشي زمال اكتفى فريق الحملة الانتخابية لديه بإصدار البيانات وبالندوات الصحفية، ولم نلاحظ تحركات له ميدانية ولفريق حملات الانتخابية هو في السجن. كذلك المرشح عدد 2 زهير المغزاوي، كنقول عدد 2 يعني بالترتيب اللي اعتمدته الهيئة، ارتكز تقريبا في حملته الانتخابية على العمل الميداني، مرتكز على ربما التواجد الحزبي نتاع حزبه، ربما بالتنسيق مع أعضاء حزب حركة الشعب يتم التوجه في كل مرة لمنطقة بهدف الدعاية. المرشح قيس سعيد واضح كيف ما قلنا أنه يسعى أن تكون حملته وفق منظور البناء القاعدي، بمعنى أنه الداعمين له هم من يقومون بالحملة وليس هو كشخص يأتي ويقوم بحملته وفي ذلك رسالة سياسية يريد أن يقدم نفسه كونه مرشح من الشعب وليس هو من فرض ترشحه عليهم. في المجمل انقسمت الحملة الانتخابية ما بين الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي وما بين العمل الميداني. في مواقع الفيسبوك لاحظنا أنه المعركة انحصرت كثيرا بالشأن السياسي وفي الشأن الدستوري وفي المعارك السياسية هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظنا الجدل الكبير الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي. أما في خصوص العمل الميداني لاحظنا أنه المرشحين
قاعدين يقدموا في برامجهم الاقتصادية للناخب وللشعب التونسي أكثر من برامجهم السياسية، لأن يعرف أنه الناخب اللي قدامه المترشح المواطن اللي قدامه تهمه الأشياء الاقتصادية أكثر من السياسية. بالنسبة للعمل الميداني، لاحظنا أنه تقريبا قيس سعيد أول مرة ويقوم بعمل ميداني في زيارته مؤخرا إلى القيروان، هذا لم تعلن الصفحات الحملة الانتخابية، لكن نشرته صفحة خاصة، وبما أنه ما نشرتوش صفحة رئاسة الجمهورية ولم تشير إلى أنه نشاط رئاسي، يمكن اعتباره نشاط انتخابي. هذا سؤالي المهدي، مهدي المرشح قيس سعيد اليوم، بما أنه حكينا على العياشي زمال وعلى سي زهير المغزاوي، المرشح قيس سعيد اليوم يطلع فقط اليوم بمهام رئيس الجمهورية فقط، لم نرى أي نوع من الأنشطة أو من التحركات الشعبية، أو بالعكس ممكن حتى خفف شوية على قبل، ربما في نوع من الحذر من ألا يقال بأنه يستغل منصبه من أجل الدعاية إلى نفسه كمرشح للرئاسية، أو أن الحملة ستشهد كذلك معه هنا ساق تصاعدي، ولا كيفاش ترى الأمور حسب رأيك أنت؟ نشوف معناها في عديد الجهات والولايات فما فرقات قاعدة تخدم لا الحملة. المرشح في حد نفسه شخصيا هذا شأن آخر، أنا نتحدث أنه الحملة، لأنه معناها فما الحملة هي ما تبنيش على المرشح فقط، وخلينا نكون واضحين تو نجيبك فيه الموضوع علاش الزخم كما كنا نتحدث، لكن هناك في فريق حملة وفرق جهوية ومحلية لكل المترشحين، معناها زهير المغزاوي عندما يتوجه إلى الكيف أو إلى تطاوين ما يعنيش أنه نشاطه يقتصر على الزيارات اللي عم فيها، عنده فريق حملة سواء من حركة شعب أو من غيره قاعدين يقوموا في الجهات الأخرى اللي ما مشالهاش معناها زهير المغزاوي، وبالتالي الحملة لا تقتصر أساسا على زيارة المرشح في حذاته، خاصة أنه كما كنت تحدث ما فماش اجتماعات عامة قاعدة تصير، الكل مركزة على التواصل المباشر الكونتاكت ديريكت، وبالتالي نعتقد يمكن حساسيته أنه في مستوى رئيس الجمهورية وعنده تأمين خاص معناها باعتبار الوضع الأمني وغيره، يمكن هذا يمنع شوية معناها يعيق شوية من تحركه على المستوى الميداني، لكن فريق الحملة بتاعه قاعد يخدم في الخدمة. أما هيت نكون واضحين، هما لي جو سون فيرا صحيح، ما نبداوش نغالطوا في روايحنا، يعني الشعب التونسي اليوم كي باش يمشي صندوق الاقتراع هو لا يحتاج إلى برنامج انتخابي باش يختار عليه، لأنه المترشحين الثلاثة على كل حال الناس كل تعرف برامجهم الاقتصادية، منحان اقتصادي ماهوش جديد حدثوا فيه وواضح الصورة، يعني الأكثر من هذا الاختيارات نكون معك واضح من كالعادة بدون الاختيارات المرة هذه في الصندوق ماهيش تكون على حسب برنامج انتخابي بقدر ما هي على حسب مواقف سياسية، وهذه هي اللعبة هكا ماشية معناها ما نغلطوش الناس، ما يلزم الناس تعرف علاش قلت لك لي جو سون فيه، حسمت الأمور كل واحد عارف روحه مهما يكون البرنامج نتاع المرشح الفلاني باش يصوت، مش لانه برنامجه قنعه ولا غيره، لانه عنده موقف سياسي صحيح للشخص، وهذا مو جديد على تونس، لكن المره هذه بالذات عندها خصوصيه الانتخابات هذه، ظرف خاص كما كنا نتحدثوا على ظرف قوات تريد العوده الى ما قبل معناها اجراءات 25 جويلية، وناس مازال تريد تكريس منظومه 25 جويلية، وتعرف هو من منظومه 25 جويلية لكن عنده مواقف ناقده، وبالتالي معناها التصويت والقناعات التصويت لن تبنى على حسب برامج انتخابية إلا اللهم معناها على قليلة في طيف واسع من الناخبين، ما نسبش نكونوا واضحين، فما طيف آخر يمكن اطلاع البرنامج يغير له معناها رؤيته أو أفكاره، لكن في أغلبية معناها 70% من الناخبين إذا باش يمشيوا توصلوا صندوق الاقتراع بناء على مواقف سياسية قبل ما تكون برنامج اقتصادي أو غيره، هذا ماذا خلوا انه الزخم معناها نتاع الانتخابي معناها الناخبين مش محتاجين اكثر التوجه بقدر ما هما مواقفهم واضحه، وخاصه ان ظهروا في الاعلام كلهم وتحدثوا بما فيهم العيش زمال تحدث سابقا بالعالميه، انا معاه انه يكون البر خير باش على القليله نفهموا مواقفه مباشره من اللي قاعد يصير توا في فريق حملته وغيره، هذا يمكن ما صارش مالوريزمون نتمناه انه يصير، لكن ما يمنعش وانه راهو نزيد حاجه اخرى الوضع الاقتصادي ونزيدك اكثر من هذا ظروف العوده المدرسيه وغيره، المواطن ماهوش أولوية اهتماماته في الفترة الحالية الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه كما قلنا أنه هو ديجا ماخذ موقف واضح سواء اللي باش يقاطعوا فما عزوف اللي باش يعزفوا عن الذهاب لصندوق الاقتراع وهو عزوف ليس مقاطعة بناء على مطالب بعض الأحزاب، أو اللي باش يمشي للصندوق الاقتراع هاني قلت لك حسم موقفه بنسبة 90% لأنه موقفه تصويته في الصندوق سيكون حسب موقف سياسي وليس خاصة حسب برنامج اقتصادي أو اجتماعي وغيره، وبالتالي الزخم ماكش تلقاه،
يمكن في الأسبوع الأخير من الحملة، لأن وقتها باش تولي الأمور أكثر جدية، باش نقتربوا من صندوق الاقتراع وغيره، يمكن يكون فما حركية أكثر. أما وسائل التواصل الاجتماعي قائمة بالواجب في الاتجاه هذا، يعني فما ناس تحشد ضده وناس تحشد معاه، وهكذا النتيجة تنشوفوها. نحكيو ميدانيا. على مستوى الميداني هاني قلت لك، ساعة توا فما مناطق كيما سوسة وغيره تشهد في معناها معطيات مناخية، إن شاء الله ربي يرحم جهة معناها الناس كلها، تشوف ظروف مناخية ما تسمحش بالتحرك الميداني، الأمطار اللي في خاصة في الوسط وفي الجنوب بما فيهم سوسة، اليوم شفنا حتى فيضانات سايرة في عديد الأحياء، وبالتالي ما يعيق التحرك الميداني. يمكن التحرك الميداني يكون على مستوى الفريق الحملة، لكن المترشح في حد ذاته يعمل حسابات شيء هذا، لأنه ينجم يكون موجود معناها في منطقة تكون فيها كثافة متاع أمطار، وبالتالي ما ينجمش يدور برشا مع المستوى الميداني. لكن هاني قلت لك ما هيش مشكلة التحرك أو التواصل الاتصال مباشرة وغيره. الآن التصويت سيكون محسوم بحسب المواقف السياسية، لا أكثر ولا أقل، من غير ما نكذبوا على رواحنا ومن غير ما نغلطوا رواحنا. هذا الموجود اللي باش يمشي يصوت راه المرشح أو بعيني، لا بناء على برنامج ولا بناء على حتى شيء، فقط حاجة واحدة، هو صحيح راه هذا موجود راه حتى من قبل. التصويت في 2019 و 2014 كان مبني على مواقف سياسية، و 2011 يعني وقت نتحدث على الاستقطاب الثنائي بين حركة نداء تونس وحركة النهضة، ما نتصورش كان الناس مشيت انتخبت كانت عندها فكرة كبيرة على البرنامج الاقتصادي اللي هو على فكرة بريسك يشمل بعضه بين نداء وحركة تونس. كان فما استقطاب ثنائي مبني على مواقف سياسية، مواقف تاع نمط مجتمع، مواقف كلها حاسينه إلا البرنامج الانتخابي المترشحين، لأنه حتى البرنامج بعد ما طبقوا منه حتى شيء. كيف 2019 كانت عندها ناس مواقف سياسية تم انحازت لشخص أو شخص، الغالب احنا هاني كنت حاط في بسام منذ بدين، راهو ما نجموش نبنيو تجربة ديمقراطية في ظل غياب وعي مواطني صحيح. احنا المواطن التونسي سخوفي، يصوت بالعاطفة، ينحاز لطرف من ذيك بالعاطفة بحسب قناعات شخصية، ماهيش حسب قناعات مصالح البلاد، ماهيش حسب برامج انتخابية. هذه الغالب، هذه الناس وقت كانت تتعارك على السلطة وتتعارك على باش تاخذ أكثر نسبة من النواب، على الأقل كانوا يركزوا أنهم يقنعوا المترشحين ببرامج انتخابية، ولو أنه فما أحزاب زادة من يكونوا تساهموا في هذا، لأنهم كذبوا في وعودهم الانتخابيه وفي برازم. وقت يقول لك احنا رانا خطان متوازيين لا يلتقيان، وبعد يلقاهم ملتقيين من اول الانتخابات، ولا كي يجيك حزب في 2011 يقول لك عندنا 365 نقطه في البرنامج نتاعنا، وكل يوم باش نعملوا نقطه وحاسبونا وسائل التواصل الاجتماعي، ذكروا حبيب اللوز وقتها وكذا، وفي الاخر ما نفذوش البرنامج، كان تعرف بس تاسيسي على هويه النظام السياسي. شحن اول دفعه من الطرود الدبلوماسيه التي تحتوي، او باش نعطيك الكلمه بسام، المواد الانتخابيه الخاصه بالانتخابات الرئاسيه. خلينا نعطيو شويه اخبار نتاع الحمله الانتخابيه. اشرف فاروق بوعسكر رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات صباح هذا اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 رفقه محمد نوف الفريخه نائب رئيس الهيئة على شحن أول دفعة من الطرود الدبلوماسية التي تحتوي على المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 بالخارج، والتي سيتم توجيهها هذا اليوم إلى عدد من الهيئات الفرعية للانتخابات في الخارج في قارات آسيا والأمريكيتين. وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة على حرص مجلس الهيئة على إرسال المواد الانتخابية إلى الهيئات الفرعية بالخارج في متسع من الوقت لتمكين بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية من إتمام إجراءات الإدارية والجمركية الخاصة بسحب المواد وتسليمها إلى المشرفين على الهيئات الفرعية للانتخابات لتوزيعها على مختلف مراكز الاقتراع لتكون على تم الاستعداد والجاهزية أيام الاقتراع. بسام، كان عندك تعليق؟ تفضل. هو صحيح الناخب التونسي ميزيجي وكلام مهدي ينطبق على الكثير من التوانسة، لكن ما سنفتقده خلال الحملة الانتخابية هي هذه المناظرة التلفزيونية اللي تمنيتها الحقيقة تكون موجودة، لأنها فيها منافسة انتخابية مباشرة يتنافس فيها المترشحين للانتخابات بصفة مباشرة أمام المشاهد، ونعرف المناظرة التلفزيونية اللي قلبت الموازين في انتخابات 2019، فما برشا ناخبين كانوا متوجهين خاصة في الدور الثاني لانتخاب مترشح معين، في آخر دقائق تغيرت وجهتهم وتحولوا إلى انتخاب شخص آخر. المناظرة التلفزيونية كذلك فيها الحوار الجدلي، وهو آلية تكشف مدى عمق الفكر للمترشح، وخاصة فيما يتعلق من المقترحات
الاقتصادية في خصوص الاستعدادات اللوجستية لهيئة الانتخابات. واضح أنه الهيئة راكمت من التجربة في كثير من الاستحقاقات الانتخابية. احنا تقريبا أكثر دولة عاملة استحقاقات انتخابية كل شهرين، بمعنى أنه التجربة ولنا هيئة محترفة من ناحية اللوجستية في استعداد الانتخابات، ونتمنى إن شاء الله تجرى في كامل مكاتب في الخارج في أحسن الظروف. أكد رئيس أو أثناء إشراف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة لفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع اللي أشرف عليها صباح هذا اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 صحبة نوف الفريخة نائب رئيس الهيئة على الأشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة لفائدة أعضاء مكتب الاقتراع الذين تم انتدابهم من قبل الهيئة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بولاية منوبة. وقد أكد رئيس الهيئة في الكلمة التي توجه بها إلى أعضاء مكاتب الاقتراع على أهمية الدور المناط بعهدتهم لتسيير عملية التصويت داخل مكاتب الاقتراع في أحسن الظروف وفي كنف الحياد وتطبيق القانون، ودعاهم في هذا السياق إلى الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أدائهم لمهامهم، وخاصة الالتزام بأعلى درجة الاستقلالية والتحفظ والحياد وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير مختلف المحاضر لما تكتسيه هذه الوثائق من أهمية بالغة. هذا في صميم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما كانت حتى بسام، معناها المحطات الانتخابية اللي عشناها في تونس تو تلت السنوات الفارت هذه كل ما عادش تخلي ولا فما اوتوماتيزم، يعني الخدمة ولات بطريقة آلية اوتوماتيكية واضح كل واحد يعرف دوره شنو. نعم فما تمرس معناها التجربة الانتخابية شبيك 2011 2014 معناها نتحدثوا في 2011 انتخاب المجلس القومي التأسيسي، 2014 الرئاسية والتشريعية، 2019 الرئاسية والتشريعية، 2018 انتخابات البلدية، ثم انتخاب مجلس النواب 2022، كيف الانتخاب المجلس الأقاليم والجهات. وبالتالي معناها الهيئة ولا في صميم، معناها ولات متمرسة، ولات معناها فما آلية معناها في العمل ما عادش مستحقة الى بتبيع ديما اليقظه والتنبه والتوصيات هذه اللي تصدرها في داخلها من اجل معناها ضمان الحياد امام الجميع، ومن اجل معناها المراقبه صار ما من الخروقات والتجاوزات الانتخابيه. هذا معاك في التذكير به جيد، لكن نعتقد ان اعضاء الهيئه وخاصه معناها في اغلبهم قارين ما تغيروش برشا، وحتى الاداره داخل الهيئه هي بيدها بقات، معناها بالتالي كل واحد يعرف ما له هو ما عليه، معناها يعرف شنو الخدمه اللي لازم يعملها. بسام، هو الفرق وأعضاء الهيئات الفرعية والمكاتب متاع الانتخابات لهم الدور الأبرز في العملية الانتخابية باعتبار والأهم. أنهم الحارس متاع العملية الانتخابية والمشرف على العملية الانتخابية الذي يتصدى للتجاوزات التي تحصل أثناء عملية الاقتراع. مهم برشا أنهم يتلقوا تكوين في هذا الأجال، لكن مهم برشا زادة أنه على الأقل يتم في كل مرة المحافظة على نفس الرصيد، وأعتقد أنه هذا اللي قاعد يصير، لأنه نفس الفرق حتى أن اكتساب التجربة يخلينا نبعد ربما على ارتكاب إخلالات أو ارتكاب مخالفات داخل مراكز الاقتراع. ومهم برشا كذلك أنه يتم تكريم هؤلاء الجنود، يعني نعتبرهم اللي في المكاتب الفرعية، لأنه بالحق العملية الانتخابية مسؤولية كبيرة. على ذلك أنا الأعوان بتاع المكاتب الفرعية والجهوية نعتبرهم أنهم لهم الدور الأفضل في العملية الانتخابية. قام أعوان مراقبة الحملة الانتخابية في بنزرت بتحرير 5 محاضر ضد مجهول تعلقت بتمزيق معلقات للمترشحين. وفق رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في بنزرت نجيب مجيب قديش بسام، هذا هو العنف اللي حذرنا منه قبيلة، لأنه رأوا الاستقطاب السياسي الحاد سيخلف العنف، والعنف سيتجسد إما في مواقع التواصل الاجتماعي بالسب والشتم والقذف وهاتك أعراض الناس، أو أنه سيتسبب بمثل هذه الممارسات بتقطيع المطويات أو بتقطيع المعلقات، وهذا لا يشرف. وصارت قبل البسام صارت في أكثر من مناسبة أنه تم قطع تمزيق الصور، مش معناه اللي هي حاجة عادية، طبعا هي حاجة مرفوضة قانونيا وحاجة مجربة قانونيا وهي حاجة ممنوعة أيضا، لكن صارت قبل مزق ونفس الأسباب. أحلام نفس الأسباب رغم أنه السنين فماش برشا تصور، ما ثلاثة
أكاهو في برشا بلايص تلقى تصويرات نتاع مترشح بركا، معناتها أنا توك تمشي في الشارع مش كيف ما قبل برشا. هما يعتمدوا عليها المترشحين الآليات القديمة في العملية الدعائية، خاصة من التعليق ربما المعلقات هذه المتعلقة بالانتخابات ما عادش يركزوا عليها برشا المترشحين، بل أنهم يتركزوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى توزيع المطويات الفلاير في المترشح أفضل يقول لك من أني نحطها على جدار المدرسة. مهدي هي معناها كما قال بسام هذيك هي معناها المعلقات ماذا تعني، هي فقط مجرد اثبات وجود المترشح في المنطقه هذيك، كي تمشي تلقى تصاور موجودين. التغطيه ما عندوش ما ينجم يكون حتى ما عنده حتى غايه سياسيه، ينجم يكون واحد معناها نعرفوا شبابنا ساعات يتحمس يقطع، ومش حتى المعلقات الاشهاريه نتاع الشركات تلقاها مقطعة، وبالتالي ما يبنيش عليها هي مخالفه. معناها صحيح ما تجوزش، معناها في نهايه الامر انت حرمت ناخبين اخرين من حقهم في الاطلاع على البرنامج وغيره، لكن معناها ظواهر هذه مقارنة بالتجاوزات 2019 كي تحثوا على المال السياسي الفاسد وعلى اللوبيينغ اللي جاي من الخارج من 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 دول أخرى وغيره، تعتبر معناها حاجات نجموا نتعداوها نتجاوزوها، معناها نغضوا عليها الطرف. تعتقدوا أنه النسق نتاع الحملة الانتخابية سوف يتساعد؟ الأسبوع الأخر سيتساعد، لأنه أسبوع الحسم. أما أنا قلت لك ما غير ما نغالطوا الناس، المواقف حسمت محسومة منذ البداية. بسام في تقديرك باش يتساعد ولا باش يقعد في هذا نسق الرتيب؟ في تقديري باش تكون مختلفة الحملات الانتخابية، ربما فما مترشح زهير المغزاوي ربما جينا في العد التنازلي ربما سيساعد لأنه ارتكز في عمله الميداني على اتصال مباشر، ربما سيخدم تحركاته باجتماع كبير في إحدى الولايات. أعتقد أنه المرشح قيس سعيد سيواصل بنفس الوتيرة نظرا لأنه يعتمد على كيف ما قلنا نظرية أنه يعني الأنصار هم اللي يقوموا بالحملة الانتخابية، لذلك فإنه لا يحتاج حسب اعتقاده وحسب رؤيته لاجتماعات كبيرة. بالنسبة لا يحتاج لحملة؟ لا يحتاج لحملة؟ لا هو لا يحتاج لا يحتاج لحملة يقومها بشخصه، لا يحتاج إلى اجتماعات شعبية كبرى، يعني هو يريد مواصلة الحملة بنفس الطريقة التي قام بها في سنة 2019، باستثناء أنه المرة هذه تغير أنه أنصاره هم اللي مش يقوموا بالحملة وليس قيس سعيد. بالنسبة لعيشي زمال لا أعتقد أنه ستحصل ربما تحركات ميدانية خلال فترة قادمة. على كل حال نعاود نقول الناس راهي باش تصوت بحسب مواقفها من ما وليس بحسب معناها لا برامج انتخابيه. ما تنجمش يا مهدي تحكم عليهم، انت تدخلت في عقولهم الناس. انت كنت تقول 70% وكي تعطي لسبب دقيقه تقول موقف حسمه. اللي فما زوز هذا انا في اعتقادي شوف فما لا انت كنت باش تعزف عن الذهاب الى الصندوق، فما عزوف وليس بمقاطع في نسبه معينه، فما ناس باش تمشي صديق اختراع اللي باش يمشي نهار 6 اكتوبر راهو تصويته لن يكون مبني لا على برنامج انتخابي لهذا ولا ذاك حسب مواقفهم اللي قاعد يصير في البلاد. هذا في رايك واضح. قلت في رايي انا واضح. فاسر ونرجع ونستقبل سي عبيد البريكي امين عام حركه تونس، الى الامام.